model. أول واحد فيهم لو تفتكروا كان الماني تو وان اللي أنا هالوكيت فيه only one kernel thread والابليكيشن بتاعي من جوه ممكن أكريت أكتر من user thread. إيه كان عيب حاجة زي كده؟ إنه من وجهة نظر الكيرنل أو الأوبريتنج سيستم البروسيس بتاعتي only single thread. وكان تاني نوع هو ال one to one وده كان مستو إنه قدام كل user thread عندي kernel thread. فبالتالي هو على السي بي. بس قلنا ان عندي اوفرهيد ان انا ببقى محتاج قدام كل كيرنس او كل يوزر ثريد اكاري كيرنس ثريد, فده اوفرهيد لان الكيرنس ثريد بتبقى محتاجه داتا ستراكشر معقده شويتين, فده كله اوفرهيد على الكيرنس. فعشان كده كان الحل ان هو يلمت الماكسيمم نمبر اوف يوزر ثريدز اللي ممكن تتكاري في ابلكيشن معين. وكان اكزامبل للاوبريتنج سيستم اللي بتطبق الطريقه دي ويندوز ولينكس. اخر حاجه كنا قلناها عندنا ماني تو ماني مالتي ثريدنج موديل, واللي فيه هنخلي اليوزر ثريدز عندنا تبقى ريكيتد على عدد كيرنل ثريدز اقل من او يساوي اليوزر ثريدز دي. فبالتالي من وجهه نظر السكادجولر الابلكيشن بتاعي هو فيه كذا ثريد بس في نفس الوقت انا مش فاتحها على يعني انليميتد زي في ال 1 تو 1, لا انا حاطط انه الكيرنل ثريدز دي اليوزر ثريدز عادي. فاحنا في الكور ده عايزين نعرف بقى اكتر ازاي الكلام ده بيحصل في الماني تو ماني موديل. ففي الماني تو ماني انا دلوقتي السكادجولينج بقى متقسم عندي على جزئين, جزء اني عايز اسكادجول الكيرنل ثريدز دي على السي بي يو وده اللي هيعمله الاوبريتنج سيستم سكادجولينج, وجزء تاني اني عايز اسكادجول اليوزر ثريدز دي على الافيلبل كيرنل ثريدز, وده ان المفروض هيعملوا معانا الثريد لايف. فهتعملوا ازاي؟ ان عند كل كيرنل ثريد هيبقى فيه كده داتا ستراكشر معينه اسمها لايت ويت بروسس او ال دبليو. لايت ويت بروسس دي كانها ستراكشر معينه انا عامل لها ظاهرها للثريد لايبرري, والثريد لايبرري المفروض هتتعامل معاها كما لو كانت فيرتشوال بروسس. يعني ايه؟ يعني هتبقى وظيفه الثريد لايبرري دي انها تالوكيت اليوزر ثريدز دي على ال NWP كما لو كانت دي الكورز اللي هي عايزه تالوكيت عليها اليوزر ثريدز. فباستخدام اللايبرري بروسيسز او الفيرتشوال بروسيسور دول الثريد لايبرري تقدر تالوكيت اليوزر ثريدز دي على الافيلبل كيرنل ثريدز, فبالتالي اقدر اوصل ان كل اليوزر ثريدز دي تكونوا بيكسكيوت ومش بس يوزر ثريد attached to certain kernel thread واللي مش attached دي تكون عمرها ما هتجت execute. ساعات بيبقى محتاجين some sort of communication بين ال user threads دي وال kernel threads, ففي ال many to many model دي بتنفذ عن طريق حاجات اسمها up calls. يعني ال kernel يبعت up calls لل thread library و according لنوع ال up call دي بيبقى كل واحدة فيها قدامها up call handler, يعني بالظبط كأنه حاجة أو function تقول لي قصاد كل أقول المفروض أعمل إيه. بالظبط كده شبه في الإمبيدد لما تقولوا interrupt و interrupt handler. هنا برضو عندنا أقول وأقول handler, يعني الكيرنل لو عايز يكوميونيكيت certain info للuser threads فهيكوميونيكيتد باستخدام أقولز, والمفروض عند كل أقول بيبقى في أقول handler مسؤولة إنها تهندل الانفو اللي جت passed من الكيرنل. فعلى استخدام الابكولز والابكول هاندلر هنحاول ان احنا نكوميونيكيت بين اليوزر ثريدز والكيرنل ثريدز بحيث ان احنا في الاخر نجيب عدد الكيرنل ثريدز دي اقل من او يساوي عدد اليوزر ثريدز زي ما في الماني تو ماني موديل عايزين. حد عنده مشكله في البورت ده؟ ان احنا في الاخر عايزين الثريد لايبرري تالوكيت اليوزر ثريدز دي على الكيرنل ثريدز, صح؟ طب هي هتالوكيتد ازاي؟ فلازم يكون في حاجه اكسبوز انها تالوكيت عليها, فالاكسبوز ده حاجه اسمها لايت ويت بروسس.
فعشان اليوزر ستراتس هتالوكيت الستراتس دي على اللايت ويت بروسيس، فبتقول انها كما لو كانت فيرتشوال بروسيسور، يعني بروسيسور مش حقيقي. يعني من وجهه نظر ستراتس لايبرري هي انها بتالوكيت اليوزر ستراتس دي على كورز او على بروسيسورز، بس هل دول الكورز او البروسيسورز الحقيقيين؟ لا، الكورز والبروسيسورز الحقيقيين تحت وهيالوكيتوا الكيرنل ستراتس، بس هي دي اكسبوز لليوزر كانها virtual processor، يعني كأنها processor بس مش حقيقي. كل kernel thread ليها virtual processor، لأنك عايز تأكد إن user threads دي على kernel threads، فتعتبر إن kernel threads دي virtual processors بتاعتك اللي أنت بتحاول تألوكيت ال user threads بتاعتك عليها. حد عنده مشكلة في الكورد ده؟ ان الثريد لايبرري دي في الاخر هي اللايبرري اللي هتخليك تكريت الثريد. طيب اللايبرري دي دلوقتي في الماني تو ماني موديل بقى عليها اوفر هيد تاني، انه مش كل ثريد هي هتكريته بقى افيلبل للسكادجولر انه يسكادجول. طب احنا عشان نتغلب على الحكايه دي محتاجين ايه؟ محتاجين ان اليوزر ثريدز دي تالوكيت الثريدز على الافيلبل كيرنل ثريد. طب ازاي انها تالوكيت؟ محتاجه حاجه تكون اكسبوزد جوه الثريد لايبرري دي علشان تالاو مي تو الوكيت الثريدز على الكيرنل ثريدز. فعلشان كده احنا هنرفرنس هنتعامل مع كيرنل ثريد ثرو الانترميديت داتا ستراكشر اسمها لايت ويت بروسيس. فانا هحاول ان انا الوكيت الثريد لايبرري بتاعتي دي او اتاتشد بلايت ويت بروسيس. لو نجحت ده معناه انها بقت افيلبل للسكادجولر ان هو يالوكيتد للسي بي يو. تمام. في بقى فاريشن كده اخير، انه زي ما اتكلمنا على الماني تو 1 وال1 تو 1 والماني تو ماني، فاحنا كنا عرفنا ان كل واحد فيهم ميزه. فالماني تو ماني كان ميزته ان احنا بقى عندنا اكتر من ثريد افيلبل للسكادجولر من الابلكيشن بتاعنا، بس في نفس الوقت مش عندنا الاوفر هيد بتاع ال1 تو 1 ان قدام كل يوزر ثريد محتاجه كيرنل ثريد. بس ساعات ممكن يكون في ثريدز انت بتعاملهم معامله كريتيكال شويه، يعني الثريد دي المفروض بتدوق كريتيكال تاسك، فانت عايز ان الثريد دي دايما تكون اتاتشد لكيرنل ثريد، فممكن تستعمل موديل زي التو ليفل موديل. ده فاريشن يعني بيجمع لك الماني تو ماني وال1 تو 1، انه بيسمح لشويه ثريدز انها تاتاتش على عدد كيرنل ثريدز اقل، وفاكنا نبقى في البورت ده نفذنا الميني تو ماني، وفي نفس الوقت ممكن يبقى عندي كيرنل ثريد او يوزر ثريد اتاتش دايركتلي كيرنل ثريد كما لو كان الموديل بتاعي 1 تو 1. فده از ا فاريانت. بس حد عنده مشكله في البورت ده؟ في اخر بورت بقى من التشابتر هو بدا يكلمنا شويه عن الثريد لايبريز اللي قلنا باستخدامها نقدر نكاري اليوزر ثريد. فهو عايز يقول لك ان الثريد لايبريز دي ممكن الكود بتاعها يكون موجود هو اليوزر سبيس او ممكن يكون في الكيرنل سبيس. يعني ايه؟ يعني ممكن الكود اللي بيكريت الثريد ده يكون عادي فانكشن كولز عاديه كانه بالظبط ابلكيشن حد او بروجرام حد مننا كتبه، او ممكن يكون في الكيرنل سبيس. فده معناه ان كل الفانكشنز اللي احنا بنكول دي في الاخر هتترجم لسيستم كولز، السيستم كولز دي هتريجر الكيرنل انه اكسكيوت سيرتن بيس اوف كود، وفي الاخر الثريد هتتكرر. ففي عندنا thread libraries implemented جوه user space وفي thread libraries implemented جوه kernel space. لا، هو ممكن تكون ال implementation نفسها مش بت invoke أي system calls، ففي الحالة دي تبقى purely in user space، أو ممكن تكون بت invoke system calls، الحالة دي بنقول إنها kernel space. بس حتى لو في kernel space هيبقى في some APIs ان احنا نقدر نكول السيستم كولز. حد عنده مشكله في البورت ده؟ فهو في التشابتر هتلاقيه بيديك كده سام اكزامبلز عن ثريد لايبرري. فمثلا بي ثريد في نوع ثريد برده لايبرري كده موجوده في ستاندرد انبوت اوتبوت بتاعه سي وسي بلس بلس. فالبورت ده كده يعني ايه عدوا عليه كده، بس انا حاسه انه اتس انف فور ذيس تشابتر، عشان التشابتر اللي جاي مهم. واللي اعرفه كده ان عندكم كويس في يوم السبت الجاي في المحاضره، فعايزين نحاول نتكلم عن انا اعرفه ان الفايف لو هو الفور
5 صح؟ منع لإثارة الجدل. يلا نكمل. فهتلاقوا شيت 4 حتى ملوش أي علاقة بالبارت اللي في الآخر، هو البارت اللي في الآخر بس بيديك كده سم إكزامبلز عن ثريد لايبريز الفانكشنز اللي فيها، فدي عادي حاجات طبيعية فجربوا اقروها. لو حد كان عنده مشكلة حد يجي يقول لي بس عشان نلحق نقول أي حاجة في التشابتر اللي جاي. فأول سؤال في تشابتر 4 فكان بيقول provide two programming examples in which multi-threading provides better performance than a single-threaded solution. فاحنا عايزين شويه اكزامبلز نقدر نستفيد بيها من المالتي ثريدد ابلكيشن عن السنجل ثريدد. فتفتكروا ايه كنا اتكلمنا فيهم السكشن اللي فات؟ لو تفتكروا اي اكزامبل للبروجرام حاسس هيبقى احسن لو بقى مالتي ثريدد، الويب براوزر او الويب سيرفر يعني اللي بيسيرف الويب براوزر ده. فالويب سيرفر المفروض ان احنا يكون معانا ثريد، الثريد دي وظيفتها انها دايما بتحاول تلسن فور الكلاينتس ريكويست، او لما يجي لها ريكويست ان حد مثلا عايز ويب بيج معينه فهتبدا تكاري الثريد. الثريد دي هي اللي هتهندل الكلاينت ريكويست، وهي الثريد بتاعه السيرفر دي هتفضل مستنيه وبتلسن فور مور انبوت او مور كلاينت ريكويست. ففي الحاله دي زي ما قلنا كده لو ما كانش الابلكيشن بتاعي ده مالتي ثريدد فده معناه ان لو السيرفر جاله ريكوست فهو هيروح يهندل الريكوست، وديورنج التايم اللي هو بيهندل الريكوست مفيش حد يلسن فور مور كلاينتس ريكوست. حد عنده مشكله في اول اكزامبل؟ تاني اكزامبل مثلا كنا قلنا برده المره اللي فاتت حاجه زي الوورد دوكيمنت او الوورد اديتور. فالاديتور ده هيبقى اكيد فيه فانكشن محتاجه تهندل اليوزر انبوت، فانكشن تكون بتهندل الديسبلاي، فانكشن تكون بتهندل سبيلنج وجرامر تشيكينج. فكل دي ديفرنت فانكشنز ممكن تبقى كل واحده فيهم بتتعامل باستخدام ثريد عشان يكونوا كلهم في الاخر قادرين يعملوا رانينج ان بارلل. اكزامبل تاني هنا مثلا قايل لك انه حاجه مثلا كاكزامبل ان احنا لو عايزين سبيد اب كومبيوتيشن لحاجه، يعني مثلا عندنا تو ماتريسيز والماتريسيز دول عايزين نحسب المالتيبليكيشن بتاعهم. فاحنا عارفين ان الماتريكس مالتيبليكيشن اول اليمنت خالص في الرزق ده بيتحسب من اني اضرب اول رو اول كولم وتاني واحد اول رو تاني كولم وهكذا. فكل اليمنت منهم ممكن يبقى كالكوليتد سيبريتلي وممكن اكالكوليت كل الاليمنتس دول ان بارل. فممكن مثلا اعمل كذا ثريد بحيث ان انا اقدر اكالكوليت اكتر من اليمنت من الماتريكس ريزلت دي في نفس الوقت. فده برده اذا اكزامبل. حد عنده مشكله في الاكزامبلز دي؟ What are two differences between user level threads and kernel level threads? فايه هو الفرق بين ال user level threads وال kernel level threads اللي احنا كنا بنقوله هنا؟ فمن وجهه نظر ال scheduler مثلا ال kernel threads انت كنت عايزه تقولي حاجه بالظبط. فال kernel threads هي اللي بتبقى allocated لل CPU، في حين ان ال user threads احنا ممكن نحاول نسكجل مثلا في main to main model على ال lightweight processes دول. The kernel is aware of kernel threads, but it's not aware of user threads. The user threads دي بتتكريت عن طريق thread library، فهي بتتكريت جوه process معينة، يعني جوه الكود بتاع البروسيس بنكريت الثريد. فلازم كل user thread تكون attached بcertain process، يعني ما ينفعش الاقي user thread ملهاش process. فحين ان kernel threads هي مش شرط تكون attached للبروسيس، عادي ممكن يكون في kernel thread waiting to be allocated to a certain process. فحد عنده مشكلة في الاختلافات دي؟ تاني بارت بيسألنا under what circumstances is one type better than the other. فايه الحاجة اللي ممكن تخليني اقول دي احسن او دي احسن؟ فهو في الاجابة هنا يعني based his answer relative to the complex. ال kernel threads are far more complicated than user threads. عشان اكاري الكرنل ثريد ببقى محتاج امنتين ليها كومبلكس داتا ستراكشر جوه الكرنل ستاك. فالداتا ستراكشر دي كومبليكيتد بتاخد حيز من الكرنل سبيس، وعشان كده كنا قلنا في ال1 تو 1 موديل ان احنا محتاجين نليمت الماكسيمم نمبر اوف يوزر ثريدز عشان نليمت النمبر اوف كرنل ثريدز اللي ممكن الوكيت. في حين ان اليوزر ثريدز اتس ا لايت ويت ستراكشر فسهل انها تتكريت، مش هتاخد مني مساحه ومش هتبقى كومبليكيتد زي الكرنل ثريدز. حد عنده مشكله في البورت ده؟ What resources are used when a thread is created؟
فايه الريسورسز اللي احنا محتاجين نعملها لما ثريد جت كرييتد؟ لو فاكرين ده قلنا كل ثريد المفروض انها نعرفها انها يكون عندها ثريد اي دي ريجستر سب والبروجرام كاونت. وبس على كده لا، لان الستاك بتاعت البروسيس بتتقسم على كل الثريدز، فيكفيني ان انا اكري ثريد هو اللي انا يكون عندي ليها ريجستر سب بروجرام كاونت وستاك. طب ده مختلف ازاي عن الريسورسز اللي احنا محتاجينها لو هنكريت بروسيس؟ لو تفتكروا قلنا البروسيس از هيفي ويت، يعني انا عشان اكريت بروسيس محتاج ان انا الوكيت ليها ادرس سبيس كامله. الادرس سبيس دي فيها الستاك وفيها الهيب وفيها الكود سكشن والديتا سكشن. غير كده كل البروسيس ببقى محتاجه مدين داتا ستراكشر كده اسمها بي سي بي او بروسيس كنترول بلوك اللي بنحط فيها البروسيس اي دي والميموري ليميتس والريجسترز بتاعتها والانفورميشن زياده والريسورسز اللي الوكيتد ليها وحاجات كتير. فبالتالي بروسيس كريشن از هيفي ويت عشان انا محتاجه كريت كومبليكيتد داتا ستراكشر الوكيت ميموري وده هياخد مني وقت. لكن الستراد كريشن از لايت ويت لاني مجرد ما محتاجه شويه ريجسترز بروجرام كاونتر جزء من الستاف وكل حاجه تانية هتبقى شارد مع الثريدز. حد عنده مشكله في ده؟ ده يجينا للسؤال اللي بعديه. فبيقول which of the following components of a program state are shared across threads in a multi-threaded process. يعني لو عندي اكتر من ثريد جوه multi-threaded process هيشيروا مع بعض ايه من الحاجات دي؟ هل هيشيروا الريجسترز؟ هل هيشيروا الهيب؟ هل هيشيروا الجلوبال فاريبلز؟ يس. هل هيشيروا الستاك؟ لا. فالحاجات الشيرد ما بينهم هتبقى الهيب والجلوبال فاريبلز اللي هو بيترجم في الداتا سكشن، لكن الحاجات اللي هتبقى مختلفه ما بينهم هو الستاك والريجستر سيت. حد عنده مشكله في البوينت ده؟ اخر سؤال معانا في الشيت بيقول consider a multi processor system and a multi threaded program. يعني انا عندي certain device او عنده كذا بروسيسور وعندي ابلكيشن بيرن عليه والابلكيشن ده مالتي ثريدد، وبيقولي تخيل ان عدد اليوزر ليفل ثريدز ان ذا بروجرام بي مور ذان ذا نمبر اوف بروسيسورز ان ذا سيستم. يعني وليكن في المثال ده عندي 6 يوزر ليفل ثريدز فعددهم اكتر من عدد الكورز الافيلبل اللي هم 4 في الحاله دي. Discuss the performance implications of the following scenarios. ففي اول سيناريو بيقول لي ايه اللي هيحصل لو كان the number of kernel threads allocated للبروجرام is less than the number of processes. يعني مثلا عندي هنا 4 كورز وعندي عدد كيرنل ثريدز اقل وليكن 3، فايه اللي هيحصل في الكيس دي؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل لو انا عندي 3 كيرنل ثريدز و4 كورز؟ ايه الماكسيمم نمبر اوف ثريدز اللي انا ممكن اسكادجلت على الكورز دي ات ذا سيم تايم؟ الثلاثة اللي هم الثلاثة كيرنل ثريدز دول. الكور ده بقى في السيناريو ده هيريمين ايدل، يعني will not be used by our application. ليه؟ لان الابلكيشن بتاعي allocated لي 3 كيرنل ثريدز فهم دول اللي هيكونوا افيلبل للاوبريتنج سيستم سكادجلر انه يسلكت منهم على البروسيسورز بتاعتي والكورز. لكن he's not aware ان انا عندي اسان يوزر ثريدز او ان في اي حاجه ثانيه. حد عنده مشكله في البوينت ده؟ لا انت مش هتقدر تكريتهم، هي الاوبريتنج سيستم اللي بتكريتهم وبتمنتين عددهم. فهتلاقي في اوبريتنج سيستم ويندوز ولينكس اللي احنا كده كده بنتعامل بيهم قدام هما بيستعملوا ال 1 تو 1 موديل، فقدام كل يوزر ثريد انت هتكريتها هتكريت كيرنل ثريد قدامها تهندل حاجتها. في اوبريتنج سيستمز ثانيه تستعمل ماني تو 1 فهتلاقي كل بروسيس بس كيرنل ثريد واحده. ماني تو ماني لا، انها الكيرنل هيقعد يغير في عدد الكيرنل ثريدز اللي بيجات الوكيتد للبروسيس بس في نفس الوقت يمنتين ان عددهم اقل من او يساوي عدد اليوزر ثريدز. معلش انا التوافق واحنا مثلا عندنا زي 2 كور ماشي، يبقى لازم تبقى لازم تعمل هو الكيرنل او الاوبريتنج سيستم مش اوير غير بالكيرنل.
بالكرينال ثريد. ففي 1 تو 1 كل يوزر ثريد هتبقى اتاتش بالكرينال ثريد، بس السكادجولر وهو بيالوكيت السي بي يو لحد بيالوكيت بالكرينال ثريد او بيسكادجول الكرينال ثريد. ليه؟ عشان لو البروسيس او الفانكشن اللي الثريد دي بتعملها احتاجت تنفذ حاجه في كرينال مود، تبقى في كرينال ثريد تهندل الاوبريشن دي، ما تبقاش الثريد دي لوحدها وما تلاقيش كرينال ثريد تهندل السيستم كول مثلا اللي ايشو باي الثريد دي. تمام. طيب في تاني سيناريو بيقول لو كان النمبر اوف كرينال ثريدز الوكيتد للبروجرام از ايكوال تو ذا نمبر اوف بروسيسرز. ففي الاكزامبل ده كان عندي 4 كرينال ثريدز، فبالتالي قد عدد البروسيسرز. ففي الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي اكيد برضو في شويه يوزر ثريدز هتجات اتاتش للكرينال ثريدز دي، والكرينال ثريدز دي هتجات الوكيتد للكورز. فحلو انا كده مستغليه كل الكورز. طب افرض واحده من الكرينال ثريدز دي راحت عملت بلوكينج مثلا سيستم كول، يعني كانت في سيستم كول والسيستم كول دي مستنيه سام انبوت اوتبوت اوبريشن. فلو تفتكروا احنا كنا قلنا لما نكون مستنيين input output operation احنا في الحالة دي الثريد بتاعتنا هتبقى موجودة في waiting state. لو تفتكروا ال port diagram اللي كنا بنتكلم فيه على different state بتاعت ال processes، فدلوقتي هي برضو نفس ال different state بتاعت ال threads. فكين ال threads دي هتبقى ساعتها في waiting state. فهي من وجهة نظر ال operating system scheduler ال threads دي خلاص does not need الكور، فمش هالوكيتد الكور. ففي الحالة دي هيبقى عندي كور منهم ايدل. طب في ثالث كيس ان لو كان عدد الكرنل ثريدز اكبر من عدد البروسيسرز بس اقل من عدد اليوزر ثريدز، يعني في المثال ده كان عندي في كرنل ثريد كمان هنا، فلما دي هتبلوك انا ممكن على الكور دي الوكيت اليوزر الكرنل ثريد دي اللي هي اتاتشد باليوزر ثريد دي، فبالتالي هكون محققة CPU utilization أحسن من الستيت اللي قبلها أو السيناريو اللي قبل. فاهمين الجزء ده؟ أيوة. تمام. عايزين بقى دلوقتي نبدأ نتكلم على التشابتر اللي بعده وهو تشابتر 5 الأهم والأفضل. فاحنا في التشابتر ده هتلاقونا بنتكلم مينلي على CPU scheduling. لو تفتكروا كده في شابتر 3 كنا اتكلمنا على الديفرنت ستيتس بتاعه البروسيس، وكنا قلنا في الديفرنت ستيتس ان انا عندي نيو ستيت ودي كل البروسيسز اللي موجودين عندي اللي نفسهم يروحوا الميموري علشان يكونوا ريدي فور اكسكيوشن. من عندي لونج تيرم سكادجولر المفروض وظيفته ان سيلكت واحده من البروسيسز دول ويجيبها في الميموري. فده كانت النيو بروسيس ستيت، وكان عندي لونج تيرم سكادجولر فكان وظيفته ان يجيب البروسيس دي جوه الريدي كيو. وبعد كده كان عندي بقى شورت تيرم سكادجولر او اللي بنسميه سي بي يو سكادجولر، وده اللي كان وظيفته انه يسلكت واحده من البروسيسز اللي افيلبل في الريدي كيو واي الوكيتد جوه او يالوكيتد للسي بي يو، فيخليه البروسيس دي في رننج ستيت. ممكن البروسيس وهي بترن تحتاج تعمل انبوت اوتبوت اوبريشن مثلا فتنتقل لويتنج ستيت، ولما تخلص الانبوت اوتبوت اوبريشن هترجع تاني في الريدي ستيت عشان تكون افيلبل للسي بي يو سكادجولر انه يسلكت. ممكن بروسيس نلاقيها اخذت وقت طويل عن الوقت اللي انا عايزاها ماكسيمم تاخده على السي بي يو، ففي الحاله دي ارجعها للريدي ستيت واسلكت واحده تانيه للترن. ممكن البروسيس وهي بترن ربنا يكرم وتخلص اللي هي عايزاه فنلاقيها انتقلت الى ستيت اسمها ترمينيتد. فدي كانت الديفرنت ستيت بتاعه البروسيس عندنا. فاي بروسيس المفروض ان احنا نلاقيها في واحده من الستيتس دي، ووظيفه الشورت تيرم سكادجولر اللي هنتكلم عنه في البورد ده انها تعمل السكادجولر انها تنقي شويه بروسيسز من اللي موجودين في الريدي ستيت
ويت الوكيت واحده منهم للسي بي يو وتخليها رام. فمبدئيا كده عشان نعرف نفهم البارت اللي جاي هنلاقي ان احنا طول الشابتر هنبدا نتكلم على ديفرنت الجوريزمز خاصه بالشورت تيرم سكادجولينج. هنعرف كل الجوريزم من دول على اي اساس السي بي يو سكادجولر هيسلكت واحده من البروسيسز اللي موجودين في الريدي كيو للسي بي يو، وعلى اي اساس نقدر نقول ان الجوريزم منهم احسن من الثاني. بس انيشلي كده لازم نعرف ان السي بي يو سكادجولر هيدي البروسيس سام تايم تو اكزيكيوت اون ذا سي بي يو، والتايم ده او خلينا نقول بطريقه ثانيه انه اي بروسيس عندنا هي هتكون في الاخر شويه كود، الكود ده شويه انستراكشنز اقدر انفذهم على السي بي يو، وممكن في النص يكون عندي فور اكزامبل سيستم كول. فالسيستم كول دي هتخلي الكيرنل اكزكيوت مثلا سيرتن اوبريشنز، وبعد كده يستنى الانبوت اوتبوت اوبريشن تحصل، وبعد كده يقدر يكمل عادي. فالوقت اللي البروسيس بتاخده لحد ما توصل للسيستم كول او الانبوت اوتبوت اوبريشن ده بنسميه السي بي يو بيرست تايم. والوقت اللي البروسيس بتاخده وهي مستنيه الانبوت اوتبوت اوبريشن ده بنسميه الانبوت اوتبوت بيرست تايم. فبنقول ان اي بروسيس الاكسكيوشن بتاعها هيكون عباره عن سيكونس من السي بي يو بيرست وانبوت اوتبوت بيرست. CPU burst input output burst يعني البروسيس بتاعتك شويه اكسكيوت شويه انستراكشنز، وشويه من الوقت هتكون محتاجه انها تعمل input output operation فمش هتبقى محتاجه البروسيس. شويه هتكسكيوت CPU instruction وشويه هتكون بتويت فور input output operation. فال CPU scheduler هو مهمته او وظيفته او اهتمامه هيبقى بال CPU burst time، ده التايم اللي البروسيس محتاجاه علشان ترن على السي بي يو قبل ما تقيشه انزل انبوت اوتبوت اوبريشن تخلي ان البروسيس دي تنتقل الى الويتنج ستيت. فهتلاقونا في كل الالجوريزمز اللي احنا هنتكلم عنهم هيبقى عندنا معلومه مهمه دايما، وهي معلومه السي بي يو بيرست تايم، يعني التايم اللي البروسيس محتاجاه علشان ترن على السي بي يو قبل ما تحتاج اي انبوت اوتبوت اوبريشن. والوقت ده هو اللي على اساسه باستخدام البروسيس مختلفه هنحدد احنا هنختار انهي بروسيس. لو رسمنا هيستوجرام لشكل السي بي يو بيرست تايم لديفرنت بروسيسز هنلاقي ان معظم البروسيسز السي بي يو بيرست تايم بتاعها بيكون قليل، يعني هتحتاج تكسكيوت فور سمول تايم قبل ما تحتاج انها تعمل انبوت اوتبوت اوبريشن، في حين ان البروسيسز اللي السي بي يو بيرست تايم بتاعهم بيكون كبير بيكون عددهم قليل. ليه؟ لان معظم البروسيسز بتاعتنا بتكون انتر اكتف، يعني محتاجه ترن شويه حاجات يعني، بس في نفس الوقت بتبقى محتاجه انتر اكت مع انبوت اوتبوت ريسورسز مع انسان يدخل له انبوت اي حاجه. لكن عدد البروسيسز اللي هتكون بس وظيفتها انها تكسكيوت شويه انستراكشنز طق 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 ولحد ما في كل فين وفين تحتاج انبوت اوتبوت اوبريشن ده عدده قليل. السي بي يو سكادجولر بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه في البورت ده زي ما قلنا وظيفته انه يسلكت ا سيرتن بروسيس من الريدي كيو والوكيتد للسي بي يو. طيب هو امتى السي بي يو سكادجولر المفروض يسلكت ا سيرتن بروسيس تو اكسكيوت؟ يعني ايه الاوقات اللي انا المفروض اتريجر فيها السكادجولر ده واقول له بص لي على كل البروسيسز اللي موجودين في الريدي كيو سلكت وان تو اكسكيوت؟ فالمنطقي والطبيعي ان احنا هنقول لو كانت البروسيس اللي بترن دلوقتي دي خلصت فانا اكيد هبقى محتاج ان انا اختار حد تاني من الريدي كيو يرن، فاكيد ساعتها السي بي يو سكادجولر لازم يبقى انفولد. حاجه تانية ان لو البروسيس اللي بترن دي راحت في ويتنج ستيت مستنيه مثلا اي انبوت اوتبوت اوبريشن تخلص، فطبيعي مش هسيب السي بي يو بتاعتي فاضيه ولازم اسلكت انذر بروسيس تو اكسكيوت. البروسيسور او السكادجولر سوري اللي بيتعامل انه يسكادجول اندر اونلي ذيس تو ستيتس او ذيس تو كونديشنز ده بنسميه النون ريامبتيف سكادجولر. يعني ايه نون ريامبتيف سكادجولر؟
يعني السكادجلر ده مش هيسلكت بروسيس ترانك الا لو البروسيس دي اللي كانت دلوقتي بالترانك خلصت او راحت لويتنج ستيت. لكن طول ما البروسيس اللي الوكيتد السي بي يو لسه عايزه تكمل رانينج انا هسيبها تكمل رانينج، مش هانتربتد خالص الا لما هي تسيب السي بي يو عشان ايزر خلصت او انها محتاجه تعمل انبوت اوتبوت اوبريشن مثلا، فمستنيه في ويتنج ستيت. في نوع تاني من السي بي يو سكادجلر ده بنسميهم البي ام ام سكادجلر. احنا كل الشابتر ده هنتكلم على الشورت تيرم سكادجلر، ده احنا مش هنتكلم عنه خالص. البري امبتيف سكادجولر بقى اختلافه انه مش بس هي سكادجول انذر بروسيس تو ران في التو كونديشنز دول، لا ده ممكن يخلي بروسيس كارنتلي رانينج ولسه عايزه تكمل اكسكيوشن ينتربتد ويرجعها في الريدي ستيت ويسلكت واحده ثانيه ترن. فهنلاقيه ممكن لو بروسيس مثلا شاف انها خدت وقت اكتر من اللي هي المفروض تاخده يخليها ترجع للريدي ستيت ويسلكت واحده ثانيه. او لو كانت في بروسيس رانينج والبروسيس الرانينج دي بقت ريدي، فالبروسيس اللي بقت ريدي دي هو شايف انها احق بالبروسيسر من البروسيس اللي دلوقتي بترن، فممكن برده يرجع اللي بترن ويسلكت اللي لسه داخله الريدي كيو دي. ده كله هيعتمد على الالجوريزم بتاعت السي بي يو سكادجر. تاني النون بري امبتيف، تمام. النون بري امبتيف هو هيسيب البروسيس تكسكيوت على البروسيسور طول ما هي لسه ما خلصتش لحد ما الايزر تخلص او تويت. البري امبتيف لا، هو ممكن ينتربت الاكسكيوشن بتاعت بروسيس دلوقتي بترن. ده انتربتد امتى؟ لو حاجه من الاثنين حصلت، يا اما مثلا الالجوريزم ده بيدي وقت معين لكل بروسيس فهو شايف ان البروسيس دي خدت الوقت اللي هي محتاجاه فخلاص، فساعتها هيرجعها الريدي ستيت ويسلكت واحده ثانيه من الريدي كيو. او ان كانت في بروسيس مثلا مستنيه والبروسيس المستنيه دي خلصت الحاجه اللي هي كانت مستنيه عشانها ورجعت للريدي كيو، وفور اكزامبل البروسيس دي كان ليها برايورتي اعلى يعني المفروض ان دي تخلص اسرع، فساعتها ممكن انتربت البروسيس اللي دلوقتي بترن والالوكيت البروسيس الجديده دي للبروسيس. فالبري امبتيف سكادجولر دايما احط في اعتباري اي بروسيس جديده هتوصل عندي في ريدي كيو سواء وصلت نتيجه انتربشن من رانينج او من ويتنج او من نيو او اي حاجه، ده عند التايم ده انا بقف وبشيك البروسيسز دلوقتي اللي افيلبل في ريدي كيو وعلى اساسهم برده بسلكت البروسيس الاحق بالسي بي يو اكوردنج للالجوريزم بتاعها. حد عنده سؤال لحد البورت ده؟ معلومه كده على الماشي، هو كان عايز يقول لنا اسم الموديول اللي بيعمل عمليه الكونتكست سويتشنج، يعني لو تفتكروا انه لما بنسلكت اسيت البروسيس فمثلا كان في بروسيس معينه بي 0 دلوقتي بتقرا وقررنا ان احنا نوقف بي 0 ونستارت الاكسكيوشن بتاع بي 1، فكنا بنعمل عمليه اسمها كونتكست سويتشنج. ولو تفتكروا في الكونتكست سويتشنج ده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنسيب الستيت بتاع البروسيس بي 0 في البي سي دي بتاعها ونلود الستيت بتاع البروسيس بي 1 في البي سي دي بتاعها. فاللي بيعمل الاوبريشن دي اللي بيعمل الكونتكست سويتشنج ده موديول اسمه الديسباتشر موديول، والمفروض بياخد وقت عشان يعمل العمليه دي كلها بنسميه الديسباتش لاتنسي. فدي كده معلومه على الماشي بمناسبه ان احنا هنقعد نسكادجول بروسيس ونقفل ونشيل ونحط، فنبقى عرفنا اسم الموديول. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ في الكيرنل ستاك يعني دي كده شويه داتا ستراكشر بنسيبها لكل بروسيس جوه الكيرنل سبيس علشان نبقى عارفين البروسيس دي معلومات عنها. المعلومات اللي عنها دي زي ايه؟ الميموري ليميتس بتاعتها، الريجستر سيت، الفاليوز اللي كانت موجوده في الريجستر وقت ما عملنا الكونتكست سويتشنج عشان لما نرجع تاني نقدر نرجع لنفس الستيت اللي وقفنا من عندها فنكمل كما لو كنا محدش وقف. يعني هو اللي بيسيب البي سي بي القديم ويلود البي سي بي الجديد ويرجع كل حاجه مكانها، يعني هو اللي بيعمل الاوبريشن بتاعت الكونتكست سويتشنج. يعني هو سوفت وير هو اللي بيعمل كده، يعني هو في الاخر هيلود او هيسيب فاليوز معينه في لوكيشنز في الميموري وهيلود فاليوز ثانيه في لوكيشنز في الميموري، فهو في الاخر سوفت وير بيعمل كده بارت من الكريدت. بس الموديول ده بنسميه الديسباتشر، زي كده ما في موديول بيحدد انهي
من الاكسكيوت اسمه سكادجول. دلوقتي بقى هنبدا نتكلم على الديفرنت ادريسز اللي السي بي يو سكادجولر هيشتغل بيها. بس علشان قبل ما ندخل في الالجوريزمز علشان نقدر نكومبير بين الالجوريزمز فلازم نحدد مع بعض كده شويه كرايتيريز، والكرايتيريز دي على اساسهم نقدر نقول الالجوريزم اللي احنا بنستخدمه ده الجوريزم كويس ولا الجوريزم وحش. فلازم نحدد المعايير اللي على اساسها هنكمبير بين الديفرنت الجوريزمز علشان نقدر نقول الالجوريزم ده كويس في حالتنا ولا لا. فاول كرايتيريان هنتكلم عنها هي السي بي يو يوتيلايزيشن. يعني ايه سي بي يو يوتيلايزيشن؟ يعني قد ايه من الوقت انا بكون برن باكسكيوت بروسيس على السي بي يو، يعني قد ايه من الوقت انا بكون حرفيا او فعلا بستخدم السي بي يو بتاعتي. فالسي بي يوتيلايزيشن الهدف بتاعي ان انا اخليه ماكسيمم، ان انا اخلي دايما السي بي يو بتاعتي مستخدمه ومستهلكه. طب هو ايه اللي ممكن يخلي السي بي يو بتاعتي مش مستهلكه؟ فور اكزامبل ان البروسيس تكون ويتنج والسكادجولر بتاعي ما سلكتش حد من الراديكيول انه يرن، فده يخلي السي بي يو واقفه ايدل ما بتعملش حاجه. حاجه كمان كتر الكونتكست سويتشنج، الكونتكست سويتشنج تايم اللي احنا في البارت اللي فات ده سميناه الديسباتش لاتنسي، ده وقت البروسيسور او السي بي يو بتكون مش بتعمل فيه حاجه، هي بس مستنيه ان البروسيس القديمه تتسيب والبروسيس جديده تيجي قبل ما تبدا تستارت. فالكونتكست سويتشنج تايم ده از ان اوفر هيد، فده بيقلل لي السي بي يوتيلايزيشن. فانا في اعتباري وانا بقول الالجوريزم بتاعي ده حلو ولا وحش هبقى واخده في اعتباري السي بي يوتيلايزيشن اللي بتتحقق منه، هل هي عاليه ولا هل هي قليله. تاني كرايتيريا الثروبوت. الثروبوت ده معناه عدد البروسيسز اللي خلصوا اكسكيوشن ات ا سيرتن تايم. يعني لو عندي الجوريزم معين الالجوريزم ده يخليني اخلص 3 بروسيسز ات تايم 10، والالجوريزم تاني يخليني اخلص 5 في تايم 5. ففي الحاله دي الثروبوت هيبقى برده بوينت اوف كومباريزن ما بينهم، ان كده الالجوريزم الثاني قدر يخلص بروسيسز الاكسكيوشن بتاعها اسرع من الالجوريزم الاولاني. ثالث كرايتيريا بقى حاجه اسمها تيرن اراوند تايم، ودي كده عايزين نكتبهم على جنب عشان دي كده شويه رولز. التيرن اراوند تايم ده ايه؟ ده الوقت اللي اخدناه من اول لما البروسيس وصلت جوه ريدي كيو لحد لما خلصت الرننج بتاعها او السي بي يو بيرست بتاعتها، عشان ايذر كانت خلصت ترمينيتد او راحت الويتنج سليب. فده الوقت اللي بنسميه الفينش تايم ماينس الارايفل تايم، الوقت اللي قضيناه من اول لما البروسيس دي اللي عايزه مثلا ترن السي بي يو بيرست مقدارها اكس، فالوقت اللي اخدته من اول لما وصلت للريدي كيو لحد ما خلصت الاكس تايم يونت بيرست سايكل بتاعتها دي، ده بنسميه تيرن اراوند تايم. حد عنده مشكله في تيرن اراوند تايم؟ لا، تخلص السي بي يو بيرست بتاعتها. يعني في اول سلايد خالص كنا قلنا ان الاكسكيوشن بتاعت اي بروسيس هي عباره عن ايه؟ شويه سي بي يو بيرست وانبوت اوتبوت بيرست، فهي تبقى محتاجه سي بي يو بيرست قبل ما تروح تويت فور انبوت اوتبوت اوبريشن. فالوقت اللي هتاخده من اول لما تيجي للريدي كيو لحد ما تخلص البيرست بتاعتها ده اللي بنسميه التيرن اراوند تايم. الويتنج تايم. الويتنج تايم ده معناه الوقت اللي انا فاضي ومستني ومش بعمل اي حاجه، فده هيساوي كام؟ هيساوي الوقت اللي انا خلصت فيه الفينش تايم ماينس الوقت اللي وصلت فيه الارايفل تايم. وتفتكروا ايه تاني هنزوده عليه؟ ده الوقت اللي احنا مستنيين فيه. فاخدت الفينش تايم الوقت اللي مشيت فيه ماينس الارايف تايم الوقت اللي وصلت فيه، فعشان اجيب الويت تايم يبقى ناقص ايه؟ ناقص ايه؟ بالظبط، ناقص الوقت اللي انا كنت برن فيه اللي احنا بنسميها السي بي يو بيرست بتاعتي. فيبقى دي اول رول ودي ثانيه. تالت رول معانا الريسبونس تايم. يعني ايه؟ الوقت اللي انا خلاص فيه
هتبقى ليها بيرس تاني، فهيبقى ليها ساعتها تيرنراوند تاني. هنحسبه بقى من اول لما هي وصلت للريدي كيو في الحاله دي، هيبقى ده الارايفل تايم الجديد، والوقت اللي هي هتخلص فيه البيرس الجديده يبقى الفينش تايم الجديد. انها تخلص السي بي يو بيرس بتاعتها. تخلص السي بي يو بيرس يعني ايه؟ يعني ايذر انها تكون خلصت الاكسكيوشن كله، او انها تكون محتاجه تويت فور انبوت اوتبوت اوبريشن. الترن اراوند ده الوقت من اول لما وصلت البروسيس عندي للريدي كيو لحد لما خلصت السي بي يو بيرست بتاعتها. الويتنج ده الوقت اللي انا قضيته من الترن اراوند تايم ده، مش بعمل حاجه ان انا ويتنج في الريدي كيو. فهنشيل من الترن اراوند تايم التايم اللي كان اكسكيوت فيه، فهنحصل على التايم اللي هي كانت فيه جاست ويتنج ان ذا ريدي كيو. تمام؟ اخر تايم معانا هو بنسميه الريسبونس تايم، وبرده اسمه ريسبونس تايم، يعني الوقت اللي اخدته till the first response is issued. يعني البروسيس بتاعتي وصلت في الريدي كيو، قعدت شويه في الريدي كيو لحد ما جت allocated السي بي يو، او لما جت allocated السي بي يو it started to execute ف it started to respond. فعلشان كده بيقول ان الريسبونس تايم ده هو بيساوي الستارت تايم اللي هو التايم اللي بدأنا فيه اكسكيوشن ماينس الارايفل تايم اللي وصلنا فيه للريدي كيو. حد عنده اي مشكله في الثلاثه تايمز دول؟ طيب تفتكروا كده اكوردنج للكرايتيريا دي الالجوريزم بتاعي هقول عليه انه الجوريزم كويس لو ايه اللي اتحقق؟ لو السي بي يوتيلايزيشن دي عاليه ولا قليله؟ عاليه. الثروبوت عاليه. التيرن اراوند تايم قليل. الويتنج تايم قليل. الريسبونس تايم قليل. مظبوط كده. الويتنج تايمز ده معناه التايم اللي انا كنت مستنيه فيه من وقت ما بدات دخلت جوه الريدي كيو لحد ما خلصت السي بي يو بيرست بتاعتي وما كنتش بعمل فيه اي حاجه. فده بيساوي ايه؟ وقت دخولي للريدي كيو وقت خروجي من الرننج ستيت، يعني وقت اللي خلصت فيه السي بي يو بيرست ماينس الوقت اللي انا دخلت فيه جوه الريدي كيو. فده هيجيب لي الفتره كلها اللي انا قضيتها، بس الفتره دي كان جزء منها انا باكسكيوت على السي بي يو، فمحتاجين نشيل منه كمان السي بي يو بريست. ده الوقت التوتال اللي انت قعدته في الريدي. الريسبونس تايم بقى ده الوقت اللي انت قعدته في الريدي لحد ما بدات تاكسكيوت. طب ايه الفرق بينه وبين ده؟ مش كل الالجوريزم هتلاقي ان الاثنين قد بعض. ليه؟ لان في بري امبتيف الجوريزم بعد ما اكون قضيت حبه في الريدي كيو جيت هنا على الرننج فحسبت الريسبونس تايم خلاص، هنرجعك تاني للريدي تقضي وقت تاني. فده الريدي الجديد ده هيزود الويتنج تايم، بس الريسبونس تايم خلاص هو اتحسب، لان الريسبونس تايم الوقت من اول لما وصلت الريدي كيو لحد اما بدات تكسكيوت. مش شرط المره بقى اللي بدات تكسكيوت انك كملت في الرننج ستيت وما رجعتش للريدي كيو. بالظبط كده. في النون بريمتف هتلاقي الاثنين زي بعض. القوانين دي سريعه للتين بريمتف ونون بريمتف، بس كان زماننا بيسالنا ايه الفرق بين الويتنج تايم والريسبونس تايم. فالويتنج تايم ده الوقت اللي انا هقعد فيه توتالي جوه الريدي كيو. الريسبونس تايم ده الانيشال تايم اللي هقضيه جوه الريدي كيو لحد ما اول مره اجوت الوكيتد للسي بي يو. احنا عارفين ان النون بي انتف انت مجرد لما بدات تكسكيوت في الرننج ستيت انت هتكمل للاخر، فعمرك ما هترجع تاني للريدي. فعشان كده في الحاله دي التوتال ريدي او التوتال ويتنج تايم هيكون قد الريسبونس تايم. لكن في البري انتف هتلاقي انك ممكن تبقى في الريدي وبعد تايم مثلا تي 1 رحت للرننج ستيت، ففي الحاله دي معناها ان الريسبونس تايم بتاعك تي 1 بعد ما كنت في الرننج ستيت قضيت شويه وبعد كده رجعت تاني للريدي ستيت وكنت لسه ما خلصتش. فلما ترجع تاني للريدي ستيت هنبدا نزود في الويتنج تايم اللي انت قاعد مستني ما بتعملش حاجه، بس الريسبونس تايم ستيل هيفضل تي 1. بت ايه؟ بالظبط. الايه؟
ده معناه الوقت اللي انت محتاج تاكسكيوت على السي بي يو قبل ما اذا تكون محتاج تويت فور اي حاجه انها تحصل او انك تكون خلصت. يعني اي برنامج عندك اي بروبلم هتكتبه هيبقى فيه شويه انستراكشنز كده صح؟ الانستراكشنز دي زي مثلا انك عرفت انت اكس وبعد كده قمت انت واي واكس دي حطيت فيها 3 وواي دي حطيت فيها 5 وبعد كده اكس بلس واي حطيتها فاليبل اسمه زد تمام؟ كل دي انستراكشنز عادي انت ممكن تكسكيوت على السي في يو. جيت بقى بعد ده قمت عملت هنا فريند اف للزد. فريند اف للزد دي هتعمل ايه؟ هتعمل لك سيستم كود. سيستم كود دي يعني عايز ان انت تديسبلاي حاجه، يعني عايز تطلع حاجه على المونيتور، فدي انبوت اوتبوت اوبريشن. فده الوقت اللي هتاخد فيه انك تكسكيوت كل ده ده بنسميه سي بي يو بيرست اب. التايم لحد ما تقابل حاجه تكون محتاجه انبوت اوتبوت اوبريشن او ان ايزر البرنامج بتاعك عشان يكون خلص وعمل اللي بيتم زيه اللي في الاخر. تمام كده؟ تعالوا بقى نبدا نلبس اول الجوريزم معانا. وكل الجوريزم من دول هنقول ايه النوع بتاعه بريمبتيف ولا نون بريمبتيف. اول الجوريزم معانا هو اسمه الفيرست كوم فيرست سيرفد وهو نوعه نون بريمبتيف. من اسمه كده فيرست كوم فيرست سيرفد، يعني اللي هيجي الاول هيرن الاول. ففي السؤال هنا هو مديني اكزامبل عندي بروسيس P1 و P2 و P3 وقال لي ان البروسيس دي arrived in order P1 و P2 و P3. مادام ما قاليش arrival time معين، مادام ما عرفنيش arrival time ده لكل البروسيس بكام، فخلاص نعتبر ان هم كلهم وصلوا في وقت واحد، والوقت الواحد ده هنعتبره كده as a reference ان هو التايم زيرو بتاعنا، يعني دي صح الصفر بتاعنا. المفروض الـ processes arrived in this order P1 و P2 و P3. فأنا لما هاجي ألوكيت زم للـ CPU المفروض هألوكيت زم ازاي؟ فأول حاجة عند time 0 كده المفروض الـ CPU scheduler يبدأ يشوف مين الناس اللي في ready queue، لأن P1 وبعديها P2 وبعديها P3. فـ first come first served هاي select أول واحدة، فأول واحدة معانا هي مين؟ الـ P1. الـ P1 محتاجة CPU burst بتساوي 24. ده non preemptive. معناه ايه non preemptive؟ ان من اول لما البروسيس هتجد allocated الـ CPU مش هتسيبها لحد ما تخلص البيست بتاعي، فالبيست بكام؟ ب 24. فده معناه ان البروسيس P1 هتفضل ماشيه لحد تايم 24. مفهوم لحد هنا؟ خلصت عند تايم 24. محتاجين نسلك البروسيس الثانية تكسكيوت. لقينا عندنا P2 و P3، مين اللي جه الأول؟ P2 محتاجة للبروسيسور لمدة قد إيه؟ ها؟ هنديها 3 اللي هي محتاجاه، فيبقى التايم عندنا 27. بعد كده ما بقاش قدامنا غير بروسيس P3، فهي محتاجة للـ CPU لمدة 3، فهنديها 3 اللي هي محتاجاها، فهتخلص عند 30. تعالوا بقى نحسب في الحالة دي الويتنج تايم هيكون عامل ازاي از كرايتيريا من الكرايتيريز اللي هنشوف الالجوريزم بتاعنا حلو ولا وحش. فالويتنج تايم بتاع بروسيس بي 1 زي ما عرفنا كده من الرول هو الفينش تايم، والفينش تايم هنا هي البروسيس خلصت البيست بتاعتها عند تايم 24 ماينس الارايفل تايم اللي هو مش مديهولي فاعتبر ان هو بزيرو ماينس التايم اللي هي خدته تو اكسكيوت اللي هو البيست تايم بتاعها ده منطقي. البروسيس ما استنتش خالص، دي اول لما وصلت الريدي كيو اديناها السي بي يو. بروسيس بي 2 الويتنج تايم بتاعها بيساوي الفينش تايم ماينس الارايفل تايم اللي هو قلنا كله هيبقى زيرو ماينس البيرست تايم اللي هو 3 هيبقى 24. بروسيس 3 الفينش تايم 30 ماينس الارايفل بزيرو ماينس البيرست 3 27. انا بقى عندي كذا رقم، لو انا عايز اختزل كل الارقام دي لسنجل تايم عشان اقدر اكمبير بين الديفرنت الجوريزم فهعمل ايه؟ اخد افريج ما بينهم، فالافريج هنجمع الثلاثة دول 0 plus 24 plus 27 واقسم على عددهم فيطلع لي رقم، الرقم طلع ب 17. حد عنده مشكلة في الكورد ده؟ تمام؟
تاني بقى يبدا يورينا نفس المثال بالظبط بنفس الفيرست تايم بنفس كل حاجه، بس في المثال ده هيقول لي ان الترتيب اللي البروسيسز وصلت بيه مختلف. يعني قال لي بروسيس 2 وصلت الاول وبعد كده 3 وبعد كده 1، فده معناه ان السكادجولر الاول هيسلكت بروسيس بي 2 انها ترن ويدي لها 3 تايم يونت اللي هي عايزاه، وبعد كده بروسيس 3 وبعد كده بروسيس 1. متفقين لحد هنا؟ ها؟ ففي الحلقه دي لو عايزين نحسب الويتنج تايم برده بتاع بروسيس بي 1 فهتساوي الفينش تايم ماينس الارايفل تايم اللي احنا اتفقنا ان احنا هناخده از ريفرنس 0 ماينس التايم اللي قضيته على السي بي يو فيطلع لنا ب 6. بروسيس بي 2 الفينش 3 الارايفل 0 التايم اللي قضيته على السي بي يو بس هو التلاتة، فبالتالي الويتنج هيبقى بزيرو. بروسيس بي 3 الفينش ب 6 الارايفل ب 0 وخدت السي بي يو التلاتة فيبقى الويتنج 3. فالافريج في الحاله دي لو حسبناه هنلاقيه بيساوي 3. فشايفين الفرق؟ انا عندي نفس البروسيسز بنفس السي بي يو بس، الطريقه دي خلتني الافريج ويتنج تايم ب 17 والطريقه دي خلتني الافريج ويتنج تايم ب 3. انا كل اللي عملته ان خليت بروسيس 2 تكسكيوت الاول بعد كده 3 بعد كده 1، هنا كانت 1 ثم 2 ثم 3. طب الفرق ده حصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان هنا اي اكسكيوت الون رانينج بروسيس الاول، يعني البروسيس هتاخد وقت طويل على السي بي يو، وبعد كده اثنين شورت تايم بروسيسز، فده زود لي الويتنج تايم بتاع بروسيس بي 2 اللي قعدت 24 تايم يونت مستنيه، وبروسيس بي 3 اللي قعدت 27 تايم يونت مستنيه، في حين ان انا هنا عملت اكسكيوشن للشورت رانينج بروسيسز الاول وبعد كده اللونج رانينج بروسيس، فده خلى بروسيس بي 1 تستنى حبه اكتر من هنا، بس هي استنت كله على بعضه 6 تايم يونت، والبروسيس بي 2 ما استنتش، البروسيس بي 3 استنت 3 تايم يونت. المنظر ده بيسموه كونفوي افكت، يعني ده اللي بيحصل لما الاكسكيوت لونج رانينج بروسيس الاول وبعد كده الشورت رانينج بروسيس تكسكيوت، وده اللي بيعليه الافريج ويتنج تايم. في حين ان انا if I selected short running process to execute first هنلاقي ان الافريج ويتنج تايم قل، وده هو اللي هيودينا للالجوريزم الجديد اللي بعد الفيرست كوم فيرست سيرفت اللي هو اسمه الشورتست جوب فيرست. في الشورتست جوب فيرست انا لما احس ان انا لما باكسكيوت البروسيس اللي بتاخد وقت اقل الاول ان الويتنج تايم بتاعي بيقل، فاعمل الجوريزم يكون كل وظيفته انه يسلكت البروسيس اللي هتاخد وقت قليل الاول. طيب سؤال مهم عايزين نساله، هل اساسا احنا كسكادجولر انا هبقى عارف كل بروسيس من دول هتبقى محتاجه وقت قد ايه تو اكسكيوت؟ يعني انا بالنسبه لي البروسيس هي شويه بروسيسز موجودين جوه الريدي كيو، انا مش عارف ان بروسيس بي 1 هتاخد 24 وان بروسيس بي 2 هتاخد تايم ب 3 وان بروسيس بي 3 هتاخد 3، دي كلها معلومات مش عندي، فانا على اي اساس الشورت تيرم سكادجولر ده هيعرف ان البروسيس دي هتاخد وقت اقل فهيسلكتد؟ فعلشان كده احنا محتاجين نعمل طريقه نحاول نبريدكت الوقت اللي النكست سي بي يو بيرست هتاخده. بمعنى ايه؟ ان انا عندي بروسيس بي 1 انا عايز اعرف السي بي يو بيرست بتاعتها اللي جايه دي هتكون بكام؟ فانيشيالي اي ويل بريدكت هقول كاستمت انها هتاخد تايم وليكن اسمه تاو نوت، وعلى اساس الديفرنت ويك كام؟ بص المره اللي فاتت عملوا ويك 3 فالنهارده هيعملوا ويك 4، كانها يعني رابع توتوريال عندنا، يعني هو خامس اسبوع في السنه رابع اسبوع في السكشن. كتر خير العالم. فعندك بروسيس 1 هتاخد تايم تاو نود انيشيالي ده تايم بريدكت، تمام كده؟ التايم البريدكت ده قد يكون صح وقد يكون غلط، انا اكوردنج للتايم البريدكتد ده هسلكت ويتش بروسيس تو اكسكيوت نكست اكوردنج ليه؟ اقل واحده عندها بريدكتد نكست سي بي يو بيرست. لقينا بعد ما
لما اديت بروسيس بي 1 دي السي بي يو حسبت لها الوقت اللي هي اخدته فعلا، فلقيت ان البروسيس دي اخذ فعلا على السي بي يو تايم اسمه تي 1، فيبقى ده الاكشوال تايم اللي هي اخدته، ده التايم اللي انا اي ديدكتد ات للنكست سي بي يو بيرست بتاعتها. طيب البروسيس دي المفروض زي ما اتفقنا انها تكسكيوت شويه سي بي يو انستراكشن، هتعمل انبوت اوتبوت اوبريشن تكسكيوت سي بي يو انستراكشنز. فالسي بي يو بيرست الجديده بتاعتها هحسبها ازاي؟ هحسبها بمعلومه البرودكشن القديم والاكشوال اللي فات، فاقول ان البرودكت النكست سي بي يو بيرست بتساوي الفا في تي نوت بلس 1 ماينس الفا في تاو نوت، حيث ان الفا دي هو رقم بين الزيرو والواحد، يعني كاني بعمل افريج او ويتنج بين التايم الاكشوال اخر سي بي يو بيرست اخدته في الحقيقه والاكسبكتد او سوري البريدكتد اخر سي بي يو بيرست حسبناه، وبمعلومه اخر بريدكتد واخر اكشوال حسبت البريدكتد الجديد. بعد ما حسبت البريدكتد الجديد هنفذ الالجوريزم بتاعي باستخدامه، هشوف كل واحده من البروسيسز اللي عندنا انهي عندها اقل بريدكتد وهي دي اللي هديلها السي بي يو الاول. لما البوت الوكيتد السي بي يو هنشوف الاكشوال تايم اللي هي اخذت التي 1، وباستخدام الاكشوال تايم والبريدكتد تايم هنحسب البريدكتد الجديد اللي هو هيكون برضه بيساوي الفا تي 1 بلس 1 ماينس الفا تاو 1، وبرضه الفا هي نفس الرقم اللي بين الزيرو وال1، فكل مره اي بريدكت ذا نكست سي بي يو بيرست تايم بمعلومه اللاست بريدكتد واللاست وبعتمد عليه كاستناد على يا ترى البروسيس دي هتبقى محتاجه السي بي يو لمده قد ايه. ده جاست برودكشن قد يصيب وقد يخطئ. هي نفس البروسيس. انا عندي هنا كان شويه بروسيسز بي 1 وبي 2 وبي 3، فيرست كم فيرست سيرف كان بيشوف مين البروسيس اللي جت الاول ويلا نديها السي بي يو. انا مش هبقى عارف كاسكادجولر البروسيس هتقعد عندي وقت قد ايه، مش عارف ان البروسيس بي 1 دي هتاخد 24 و2 هتاخد 3. فانا لما قررت ان انا اعمل الجوريزم جديد اسمه شورتست جوب فيرست، عشان لقيت ان انا لما بالوكيت السي بي يو للبروسيس الصغيره الاول وبعد كده الكبيره، ده كان حاسن لي في الافريج ويتنج تايم صح. فاحنا عايزين نعمل الجوريزم كده، بس بقى المشكله في ايه؟ ان اساسا السكادجولر مش بيبقى عارف الارقام دي. طب هو عشان يعرف الارقام دي هيعرفها منين؟ هيعرف انه يحاول يستمت الرقم ده، يحاول يستمت ال 24. طب هيستمت ازاي؟ ان البروسيس بي 1 دي اخر مره عملت اكسكيوشن اخذت تايم 20 مثلا، وانا اخر مره دي اي بريدكتد انها المفروض كانت تاخد وقت 18، فهستخدم الرول اللي احنا لسه قايلينها دي وهعمل افريج من الاكشوال لاست سي بي يو بيست للبروسيس بي 1 والبريدكتد اللي انا كنت مديهولها ساعتها. فهنعمل الفا في 20 بلس 1 ماينس الفا في 80، فده هيطلع لي رقم. الرقم ده بريدكتد. يعني ايه بريدكتد؟ يعني ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. يعني الرقم اللي انا هطلعه ده مش شرط هيكون صح، يعني مش شرط الحسبه دي هتطلع لي في الاخر الرقم 24 اللي احنا في الحقيقه هنا محتاجينه. بس it's just an estimate, it's a prediction، والمفروض ان البريدكشن ده يكون الى حد ما منطقي. منطقي ليه؟ لانه بيعتمد في حسبته على اخر مره كانت السي بي يو بيست بتاعت البروسيس دي بكام والبريدكشن اللي انا عملته ده بكام. فلنفترض انه اخر مره كان البريدكشن بتاعي 80 والاكشوال ان البروسيس دي اخذت وقت 30، فلما اجي احسب البريدكتد الجديد المفروض ان ال 30 دي هتخلي البريدكتد الجديد ده يزيد، على اعتبار ان البروسيس شكلها بدات تحتاج سي بي يو بيرس اكتر. وبرده لو لقيت ان الاكشوال في مره قل هيخليني البريدكتد الجديد ده يقل، فكده كان السي بي يو بيرس بتاعت البروسيس شكلها بتقل. ده اتس جاست ان استيميت مش شرط يصيب. لا هو اول بريدكشن خالص اللي هو التاو نود والالفا دول البارامترز بتوعك في الالجوريزم، فهم دول حاجات انت هتسلكتد ات راندوملي، وانت بقى يا تصيب يا يعني.
ممكن لو لقيتي اساسا الالجوريزم بتاعك بيفيد خالص عن الحقيقه، يعني كل شويه البرودكشن بيبقى بحاجه والاكشوال بحاجه، تتيوني الفاليو بتاع الفا ده. هي الويت بس ما فيش حاجه هتقول لك انه اللي جاي ده هيبقى ماشي بنفس الطريقه ولا لا، فعلى اي اساس هتقرر انك تزود الالفا او تقللها؟ على اساس ان انا المره اللي فاتت بريدكت صح او لا، فلو بريدكت صح يبقى نزود الالفا، لو بريدكت غلط يبقى نقلل الالفا. ما انت خلي بالك انت هتغير الالفا، بس هو كده كده الفاليو بتاع التي نود والتا نود ده هيتغير نتيجه ان اخر مره، فمثلا لو كنت اخر مره خيشت شويه كده وكانت المفروض الفاليو بتاعتك قليله عن الحقيقه، فتلاقي ساعتها ان التا نود هي اللي هتظبط لك المعادله دي، لان تي نود هي اللي هتبقى فيها الفاليو الجديده، فهي اللي المفروض تخليك تقرب للحقيقه اللي انت استفدتها من اخر مره. لكن لو قعدت بقى تغير في الفاليو بتاع الفا والفاليو بتاع تي نود وتا نود بتتغير، فالموضوع هيقلب السلطه. احنا عايزين بدلاله الانستنس القديمه او البيست القديمه البريدكشن والاكتشوال فاليوز بتاعتها، نحاول نعرف الفاليو الجديده. مش طبيعي ان احنا كل شويه نغير في الفاليو بتاعت الالفا، لان الفاليو بتاع التينود والتاونود دول كمان بيتغير، فانت بتغير الويت وبتغير في الفاليو الكونتين اللي انت بتاكيوميليت فيه، فهو بس هيصعب لك الدنيا. وعلى اي اساس اساسا هتغيرها كل شويه؟ هتلاقي انك هتزودها، طب هتزودها 0.1 ولا 0.2 ولا 0.3؟ فانت احسن حاجه يكون عندك الكويشن ثابته وواضحه. ممكن في النص تحاول تتيون لو لقيت انك بتديفيت عن الحقيقه قوي، بس مش في نفس الوقت مش كل ستيب هنقعد نغيرها. انا بحاول افهم، انا برضه مش فاهم ممكن ايه علاقه اللي فات باللي جاي، يعني في 1 دي وصلنا مثلا للثلاث. اوكي. اللي فات دي كانت بتروح تقول لي مثلا 20 ولا 30. اوكي. ازاي هي 3 او ثلاثة؟ انت مش قول ان البداية تكتب دي تلاتة صح؟ لا اقول ان البداية مثلا شوط او العكس مثلا، لو عايز تزود البداية دي مثلا كبيرة قوي. ما ساعتها في المرة اللي جاية دي انت فعلا هتقسمت حاجة غلط، يعني مثلا لو كانت المرة اللي فاتت دي شورت بس المرة اللي جاية دي هتبقى لونج. فانت طبيعي انك هتقسمت اللي جاية دي انها شورت زي اللي فاتت تقريبا، هتلاقي انها بقت لونج. فلما بقت لونج هتلاقي ان التاوك اللي هي الاستيميشن بتاعك اللي كان صغير هيتغزل بفاليو اوف اكشوال كبير، فهيخلي لك المره الجايه اللي بتريدكت فيها تزيد. فبالتالي الالجوريزم بتاعك يحاول الى حد ما يكونفيرج قريب للحقيقه. في نفس الوقت لو كان البريدكشن بتاعك كبير والفاليو دي هي اللي قلت، فهتلاقي ان التاوك هتقل اكوردنج. ما تاخدش ليه ايه؟ ممكن تحط اساسا ان الالفا دي ب 1، فساعتها الترم ده كله عندك يتلغي وساعتها تاخد بالاكشوال على طول. بس ده كده انت مينلي بتعتمد ان دايما هتبقى السي بي يو بيست هي هي. لكن ميزه الطريقه دي انها بتاكيوميليت ليك شويه انفورميشن، انك تاخد في بالك في اعتبارك البريدكشن القديم اللي هو اساسا كان بيعتمد على الاكشوال اللي قبله والاكشوال اللي قبله. بالظبط. تمام؟ انا طولت كويس، بس هو مثلا الصوت دي ورا بعض دي ورا بعض مثلا. يعني على هذا الاساس ان احنا بنعتمد اتليست ان البيهيفير بتاعت البروسيس وحده، يعني مثلا لو عندك انتراكتف بروسيس فهي كل شويه تبقى محتاجه انبوت اوتبوت اوبريشن، فالسي بي يو بيرست بتاعتها هتبقى صغيره. لكن لو البروسيس كانت سي بي يو باوند بروسيس، لو تفتكر من شابتر 3 اللي هي البروسيس اللي بتقعد تكسكيوت لوقت طويل، فهي دايما هتلاقي بتكسكيوت لوقت طويل قبل ما تحتاج انبوت اوتبوت اوبريشن. فعلشان كده السي بي يو بيرست بتبقى الى حد ما سيميلر. ممكن حاجات تختلف عن حاجات، فعشان كده احنا عاملين الايكويشن دي، بس اتس جاست في الاخر ابريدكشن. لا هي نفس البروسيس. انت عارف فين هي؟ انت دخلت في التوقيت الصح الحمد لله. لا انت هتعرف الاكسكيوشن تايم ده ازاي؟ ما ده بيدبند ان احنا دلوقتي هننفذ شويه انستراكشن، فانت ونصيبك بقى السيستم كلها تيجي امتى؟ هي هترسمها قبل ما تكسكيوت ولا بعد ما تكسكيوت؟ لا المفروض ان انت ماشي تكسكيوت بعدين تكسكيوت. بالظبط. لا ما شفتهاش.
دي الأسئلة المهمة. بس بيجي ان ممكن يدينا مثلا اكزامبل زي ده كده ويقول لنا شو الاكزامبل، يعني زي ما سيدنا قال كده اللي هو اسامة الامتحان بيعرف عنا فكرة البيدكشن دي، وهو بيدينا على طول البيدكتد سيميوبرس اللي هو بيتخيلها لكل البروسس. فهنا هو البيدكتد ان البروسس بي 1 هتبقى الفاليو بتاعتها 6 وبروسس بي 2 8 و 3 7 وبروسس بي 4 3. بس دي بس اللي احنا قلناه ده عشان تبقى فاهم هو جاب الارقام دي منين. فا accordingly لو احنا نستعمل shortest job first algorithm، shortest job first في two variants منه، في variant منه بيكون non-preemptive وفي variant منه هيكون preemptive. فتعالى الاول نشوف ال non-preemptive variant اللي هو الاسهل. يعني ايه non-preemptive؟ يعني الprocess اللي هتبقى allocated للCPU مش هتسيبها لحد ما تخلص. وفي shortest job first هنختار اللي عندها وقت قليل to execute الاول. فهو مديني شوية processes ما قاليش برضو ال arrival time بتاعهم بكام، فعندهم كلهم arrived عند ال reference 0 واداني ال burst time. مين هتاخد اقل burst time فهنسلكت الاول؟ P4. P4 مظبوط. P4 محتاجة just 3 times unit بعد ما تاخدهم هيبقى متاح عندي مين؟ بي 1. انتوا فاهمين ولا نمتوا؟ بعد ان شاء الله. فبي 1 هنديلها التايم يونت اللي هي عايزاه، سوري اللي هو 6، فهتخلص عند ال 9. بعد ما بي 1 خلصت بقى متاح عندي مين؟ فهنختار البي 3 اللي هي محتاجه فور 7 تايم يونت، فتقعد لحد 16. واخر حاجه معانا هتبقى البي 2 اللي محتاجة لتايم يونت يساوي 8، فساعتها نلاقيها بتخلص عند 24. لو حبينا نحسب الويتنج تايم احنا متخيلين ان الويتنج تايم هيكون اقل حاجة، لان احنا زي ما شفنا من المرة اللي فاتت بتاعت الفيرست كوم فيرست سيرف ان انا لما بنفذ البروسيس الصغيرة الاول الويتنج تايم بتاعي بيقل. فالويتنج تايم بتاع البروسيس بي 1 هتساوي الفينش بتاعها ماينس الارايفل اللي اتفقنا ان هو كله بتصفار ماينس البيرث تايم بتاعها اللي هو ب 6 هيديني 3. بروسيس بي 2 الفينش بتاعها ب 24 ماينس الارايفل ب 0 ماينس الويتنج ب 8 سوري ويتنج البيرث ب 8 هيديني 16. بروسيس بي 3 فاهمين اللي احنا بنقوله ده؟ فاهمين ولا نمت؟ واخر حاجه بروسيس بي 4 الفينش بتاعها ب 3 ماينس الارايفل ب 0 ماينس البرست اللي هو ب 3 هيديني في الاخر 0. عايزين الافريج هنجمع ونقسم على عددهم اللي هو ب 4. دي الطريقه النون بريمتيف. يعني ايه نون بريمتيف؟ يعني البروسيس وقت ما تجوب الوكيتد السي بي يو هتفضل محتفظه وماسكه فيها. الطريقه بقى النون البريمتيف في shortest job first ده بنسميها shortest remaining time first، وده اللي فيه ممكن نintrupt the process وهي لسه بتexecute ونselect another one to execute. لو زي ما قلنا في الدايجرام واحدة جديدة جت جوه ready queue وبقت أحق من اللي بترن، في shortest remaining time first اللي أحق إنها ترن دي هتبقى أحق. ليه؟ لأنها محتاجة وقت أقل من اللي لسه البروسيس اللي دلوقتي بترن محتاجين. فتعالى نحاول نفهم الكلام ده بالاكزامبل ده. فهو مديني 4 بروسيسز ومديني الارايفل تايم بتاعهم والبيرث تايم. لاقي في المثال ده اداني الارايفل تايم، ده معناه ان مش كلهم وصلوا عند التايم 0، لا ده كل واحده منهم وصلت في الريدي كيو في وقت مختلف. فعند التايم 0 المفروض بروسيس بي 1 هي الوحيده اللي موجوده عندنا جوه الريدي كيو، صح؟ صح؟ فالسي بي يو سكادجولر مش قدامه غير بروسيس بي 1 اللي هي محتاجه بيرست تايم ب 8، فدي البروسيس وادي ده البيرست. فاكوردنجلي السكادجولر هيالوكيت بروسيس بي 1 للسي بي يو. بروسيس بي 1 هتفضل موجوده عند السي بي يو، بس هنلاقي عند تايم 1 في بروسيس جديده وصلت اللي هي بروسيس بي 2 الارايفل تايم بتاعها 1 ومحتاجه السي بي يو لوقت 4.
عند التايم 1 كانت بروسيس 1 دي قضت 1 ملي سكند من اللي هي محتاجاه، فالبرست اللي فاضله عندها بقت ب 7. دلوقتي السكادجولر المفروض يسلكت واحده من الاثنين دول، فيسلكت اكوردنج للي هتاخد وقت اقل. مين اللي هتاخد وقت اقل؟ البروسيس الثانيه. فعشان كده هيشيل بروسيس بي 1 وهنجيب بروسيس بي 2، والمفروض بروسيس بي 2 تفضل على السي بي يو لحد لما في بروسيس ثانيه هنلاقيها وصلت اللي هي بروسيس بي 3. الارايفل تايم بتاعها 2 ومحتاجه 9 تايم يونت علشان تكسكيوت. في التايم ده كانت المفروض بروسيس بي 2 قضت 1 ملي سكند، فبقى فاضل لها 3 ملي سكند. دلوقتي بقى عندي 7 و 3 و 9. السكادجولر هيسلكت انهي؟ 2 زي ما هي، فهتفضل 2 زي ما هي. هنقضي برضو ملي سكند تانية فنوصل عند 3. عند 3 في بروسيس جديدة هتدخل اللي هي بي 4، البرست بتاعتها 5. في الوقت ده كانت بي 2 قضت 1 ملي سكند، فبقى فاضل لها 2. فبقى عندي 7 و 2 و 9 و 5. مين اللي هيكسب معانا؟ ال 2. فال 2 هتقضي 2 ملي سكند تانيين لحد لما تخلص التايم 5. دلوقتي خلاص هما كلهم بقوا عندي، فانا مش محتاجه فردر اتشيك بروسيس بي 2 هتكمل ولا لا. خلاص هي كده كده اللي هتكمل، لان هي اللي عندها اقل وقت، وطبيعي كل ما بتقضي وقت في البروسيسور ده معناه انها بتخلص اكتر. بعد كده بروسيس بي 2 المفروض كده انها خلصت، بقى عندي بي 1 وبي 3 وبي 4. بي 4 اختار بي 4 عشان هي اللي عندها اقل وقت فتقعد لحد الثاني. بعد كده بقى عندي بي 1 وبي 3. بعد كده بي 1 واخر حاجه بي 3 اللي هتبقى محتاجه. لو عايزين نحسب الافريج ويتنج تايم في الحاله دي، نركز بقى عشان البروسيس دلوقتي اتقطعت. يعني البروسيس بي 1 كانت هنا حبه وهنا حبه، فالفينش تايم بتاع بي 1 هو الوقت اللي خلصت فيه خالص البيست بتاعتها اللي هو ال 17 ماينس الارايفل تايم اللي هو ب 0 ماينس البيست اللي هو ب 8، صح؟ الفينش ماينس الارايفل ماينس البيست، تمام؟ نمتوا؟ فهتديني 9. بروسيس بي 2 الفينش بتاعتها 5، الارايفل 1، البيست 4، فنلاقي الويتنج بتاعها ب 0. بروسيس بي 3 الفينش 26، الارايفل 2، البيرست 9، فهنلاقي تقريبا 16 او 18 حاجه كده. بروسس بقى بي 4 اخر حاجه الفينش بتاعتها 10 ماينس الارايفل 3 ماينس البيرست ب 5، فيبقى عندنا 2. اخر حاجه نجمع الاربعه دول ونقسم على عددهم نجيب الافريج. حد عنده مشكله؟ اخر طريقه بقى ناخدها معانا النهارده هي الراوند روبن. الراوند روبن دي لو تفتكروا كده في شابتر 1 كنا اتكلمنا عن حاجه اسمها مالتي تاسكينج وتايم شيرنج. يعني ايه؟ يعني انا هاكسكيوت بروسيس واحاول اوقفها واكسكيوت بروسيس ثانيه واوقفها واكسكيوت بروسيس ثالثه واوقفها وهكذا. فده اللي هنعمله في الراوند روبن. في الراوند روبن هيبقى عندي شويه بروسيسز زي مثلا بروسيس بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4. اللي هعمله ان انا هدي بروسيس بي 1 جزء من السي بي يو تايم هنسميه كوانتم تايم او الكيو. بعد ما الكيو ده يخلص هندي السي بي يو للبروسيس بي 2 برضه الوقت كيو، بعد كده بي 3، بعد كده بي 4، بعد كده خلصنا الاربع بروسيس نرجع تاني بي 1، بعد كده بي 2، بعد كده بي 3، بعد كده بي 4، وهكذا لحد ما كل واحده منهم تبقى في التايم كوانتم اللي هي واخداه ده تخلص كل البيس تايم بتاعها. فساعتها نشيل مثلا بروسيس بي 3 لو كانت خلصت، فالمره الثانيه نقول بي 1 وبي 2 وبي 4 ونفضل كده لحد ما كله يخلص معايا. ايه فايده الطريقه دي او الالجوريزم ده؟ الالجوريزم ده بيحسن لي من الريسبونس تايم. ليه؟ لان كل بروسيس هتبدا تكسكيوت على السي بي يو بعد تايم قليل، فاول ريسبونس هتديه هيكون
هيقل، فبنقول ان الريسبونس تايم بتاعي هيقل. فالراوند روبن دي طريقه كويسه لو مثلا البروسيسز بتاعتي انتر اكتف، عايزه دايما يبقى فيه ريسبونس كده والبرنامج بتاعي مش فروزن ما يحسسنيش كده ان هو مات. لكن في نفس الوقت مش هتديني افريج ويتنج تايم وتيرن اراوند تايم حلو زي الالجوريثم بتاع الشورتست جوب فيرست. حاجه كمان انه بنقول ان الراوند روبن الالجوريثم ده بيعمل لي اوفر هيد او كونتكست سويتشنج تايم عالي، نتيجه ان انا كل وقت قليل هكون بغير البروسيس واجيب بروسيس جديده. واحنا اتفقنا ان الكونتكست سويتشنج تايم ده اوفر هيد، بيقلل السي بي يوتيلايزيشن، يعني بيقلل الوقت ان انا حرفيا بكون بستهلك فيه السي بي يو او البروسيسور، نتيجه ان الوقت ده ضايع في كونتكست سويتشنج. فهو الراوند روبن بيقلل لي من السي بي يوتيلايزيشن لو الكوانتم تايم ده صغير، فبالتالي بقيت بعمل كونتكست سويتشنج كل وقت قليل قوي. في حين ان انا لو زودت الكوانتم تايم بتاعي ففي الحاله دي هعمل كونتكست سويتشنج اقل، فبالتالي الاوفر هيد هيكون اقل. بس كل ما برضو زودت الفاليو بتاعه الكوانتم تايم ده هتلاقوني بابروش ان انا اكون شبه الفيرست كوم فيرست سيرفد الجوريزم. يعني تخيلوا لو كان الكوانتم تايم ده كبير لدرجه ان بي 1 خلصت اساسا البرست بتاعتها، وبي 2 خلصت، وبي 3 خلصت، وبي 4 خلصت، خلاص كده ده بقى شبه الفيرست كوم فيرست سيرفد، ما بقاش فيه الراوند روبن. فالحل ان احنا لا نكبر الكيو قوي بحيث ان هو يبقى فيرست كوم فيرست سيرفد، ولا نقللها قوي بحيث ان يكون في كونتكست سويتشنج كتير فاوفر هيد كتير. فاخر حاجه هو انا هتحسبي من الوقت اللي هي وصلت فيه ماينس الوقت اللي هي بدات فيه، يعني البروسيس دي بدات عن تايم 0 وزي كلهم ارايفد ات تايم 0، فيبقى الريسبونس تايم بتاع بروسيس بي 1 0 ماينس 0. اول بروسيس بي 2 اول مره تستارت. فاخر اكزامبل هناخده النهارده هو اكزامبل على الراوند روبن. هو مديني 3 بروسيسز بالبريس تايم بتاعهم و الكوانتم تايم بتاعي او الكيو بيساوي 4. ففي الحاله دي عندي بي 1 بي 2 بي 3 24 3 3 والتايم كوانتم از 4. فهنبدا نكسكيوت زي ما اتفقنا. اول حاجه بروسس بي 1 هنديها 4 تايم كوانتم فهيتبقى لها 20. بعد كده بروسس بي 2 المفروض انها تاخد الكوانتم اللي هو 4 بس هي محتاجة منه 3 بس، فخلاص هتاخد قد ما هي محتاجة وشكرا خلاص خلصت. بعد كده بروسس بي 3 هنديلها التايم كوانتم بتاعها اللي هو 4 بس هي محتاجة 3 منه بس، فخلاص هتاخد التلاتة وتخلص. بعد كده هيكون عندنا بروسس بي 1، فبروسس بي 1 هتاخد 4 تايم يونت فده هيبقى 16، محتاج تاخد 4 تايم يونت تانيين فده هيبقى 12، ياخد 4 تايم يونت تانيين فده هيبقى 8، ياخد 4 تايم يونت كمان فده هيبقى 4، ياخد اخر 4 تايم يونت فده هيبقى 0. فده كده هيبقى المنظر معانا في الراوند روبن في المثال ده. حد عنده اي مشكله؟ افرض اه